احنا مثلا خمسه ديال الناس فينا روح يستلك الجرعه شنو كنديروا؟ اطار المسؤوليه وتحمل المسؤوليه. واحد كيكتب السميه ديالو هذا رئيس الجمعيه ولا المكلف ولا المنسق ديال هاد اللجنه كيكلف كل واحد كيكتب السميه ديالو وكيدير التوقيع ديالو ظهر الورق. علاش؟ باش كل واحد مثلا حتى اللحظه اللي مثلا استدعانا استدعينا الحضور هذا الشيء باش نناقشوا هذا الموضوع هذا يقدر يسول هذوك الناس مكلف بهم انا معنا كنعرفهم انا سول كل هادشي باش تعرف الخدام فهمتيني نكون عارفه انا سول مثلا ما يمكنش انا نكون عارف 100 واحد انا كمنسق ديال اللجنه ما يمكنش نكون عارف 100 واحد اضطر توزيع المهام وتفويض المهام نعطيك انت جوج ورقات تحمل فيهم المسؤوليه ديالك انت جوج ورقات واحد اولا كل واحد ورقه تكلف انت امر هذا الناس اللي كتعرف الناس اللي تقدر تتواصل معاهم احنا شنو الطريقه ديال التواصل اجعل في كل صفحه 20 سطر وان تحمل كل السطور رقما تسلسليا هو هذا رقم الترتيب 1 2 3 4 5 6 الى اخره سلم صفحه او صفحتين لكل عضو من اعضاء تقديم على دقه جميع التوقيعات يعني مايمكنش بواحد يجمعهم ولكن خصنا توزيع المهام باش كنربحو الوقت وكنربحو الجهد احرص على ان يوقع كل عضو على ظهر الصفحه يعني كل عضو اللي مكلف هذيك الورق كيوقع بظهر الصفحه باش كيتحمل المسؤوليه حتى يتسنى طرح اي اسئله عليه بخصوص الصفحه التي كلف بها فالتوقيع على الصفحات كيجي الاحساس العام بالمسؤوليه معنى كيكون هو موقع بظهر الصفحه هذوك الناس اللي كيدوم كيكون كيعرفوهم كيتحمل فيهم المسؤوليه ديالهم باش الشرع عندك من هذه ربح الجهد ربح حتى الوقت عاود ما نستغلو حنا مثلا واحد 10 ايام باش يبان مجموعه التوقيعات نقدر انا مثلا في يومين يعني هذيك يومين نكون جمعنا 100 توقيع مثلا ولا 200 توقيع يعني على حسب الجهه ديالي. تعزيز الوثيقه العريضه والدعايه لها كيف نقدر نخلي الناس ربما هذا هو مربط الفرس كما كيقولوا كيفاش نخلي الناس يوقعوا حيت غير كتكون وقع مع العريضه التمثل عند المجتمع ديالك كيخافوا ياك ما تعرفش هذاك الشيء نيشان توقيع عريضه انك متابعه قانونيه وان هناك سجن وصف وسط القانون شنو وسط القانون شنو وقع معك عريضه حتى في المجال الحضاري استاذ لقينا صعوبات كبيره فالتوقيع كتكون المسؤوليه ديالو كيجي كيجي كدير له الاستماع كيتبني بالاقوال ديالو كلشي كيقول لك ولكن عندي شرط انا الاسم ديالي ما تجبدش اذا كيفاش انا غادي ندافع على واحد القضيه كتمسكم والاسامي ما كتجبدش على سبيل المثال كنت في الفرادي كان واحد رئيس تاع واحد الجمعيه تما كنهضر على تعديل ديك الطريق